أكثر من 60 شهيد ومئة جريح ضمن سلسلة مستمرة من المجازر بحق المدنيين في مدينة حلب وريفها، حيث استهدفت الطائرات الحربية والمروحية طريق الكاستيلو بعشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة، أدت لاستشهاد 15 مدني بالإضافة لقصف على أحياء الكلاسة والصالحين والصاخور والشيخ خضر وكذلك الهلوك، أودت بحياة العشرات. ما زالت لحد الآن الحمرة الشرسة تستهدف مدينة حلب بالصواريخ والبراميل المتفجرة على عدة أحياء حلب على المدنيين. الدفاع المدني لا يرتاح لا ليلا ولا نهارا لحد الآن بسبب القصف المكثف على الأحياء المدنية السكنية. ضرب الصاخور، حي الصاخور، حي البعيدين، حي الشيخ خضر، العالم تحت الأنقاض. ما زال عندنا نحن هون بحي الهلوك عالم تحت الأنقاض، كنار، براميل، صواريخ فراغية، يعني ما كنار عندنا براميل ما يحاول يعني نحو 50 برميل كنهار. عشر ساعات متواصلة من العمل والدفاع المدني يقوم بانتشال الضحايا والمصابين من تحت أنقاض مبنى سكني في حي الهلوك. تهدمت طوابقه الخمسة فوق رؤوس ساكنيه، ارتقى 10 شهداء معظمهم أطفال ونساء، فيما استطاع الدفاع المدني انتشال عائلة بأكملها. هون كلها مدنية خاي، وأنا واحد من بين اللي 6-7 ساعات لأنا طلعت، اللي الحمد لله الله أنقذنا من فوق، أعطانا هوا من عنده، هوا رباني الحمد لله رب العالمين، وفضل دفاع المدني الحمد لله الله يجزي خير الشباب اللي ساهموا كلهم، 3 طوابق لحنا فونا والحمد لله الله من فوق رحمنا. الوضع مأساوي، الطرق مستهدفة، المدنيين مستهدفين، جثث لحد الآن موجودة على طريق الكاستيلو مستهدف، في ناس ما عاد تحسن تروح تطالعون لحد الآن موجودين. وهي الأحياء عندنا هون في المنطقة هاي بيوت مدنية تقريبا امبارح لحد اليوم تقريبا حوالي 25 شهيد. تستمر حملة القصف الجوية على مدينة حلب لليوم 7 على التوالي، وعلى الريف الشمالي لليوم 15. لم يقتل في هذه الحملة سوى المدنيين، ولم تدمر سوى المرافق الحيوية في المدينة تحت ذريعة ما يسمى بمكافحة النظام للإرهابيين. خالد أبو المجد لأورينت نيوز حلب.